السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة. وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وحلقة قوية جدا 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 يا معلم بإذن الله تعجبك. حلقة بتقول لك إيه بقى؟ بتقول لك إن فيريرا يرفض لعب الدوري، ودي يعني مفاجأة. وسيطرة جمهور الأهلي، شبانة يكشف الحقائق، خالد الغندور بيقول سافيو لا يعجب كولر. طبعا قبل ما نخش في التفاصيل زي ما احنا متعودين، ما ننساش تعمل لايك للفيديو، كسر زرار اللايك دغدغه، واعمل شير للفيديو في كل مكان يا معلم. بعد كده لو بتشوفني على الفيسبوك ما ننساش تعمل اشتراك او فولو يعني او لايك لصفحه الفيسبوك، ولو بتشوفني على اليوتيوب ما ننساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول قبل اي حد باذن الله. طيب يا سيدي، فيريرا ابلغ اداره الزمالك منذ قليل برفضه لعب الدوري. طبعا اداره الزمالك قالت له بترفض لعب الدوري، يعني ايه بترفض؟ ده دي كلمه كبيره، وترفض لعب الدوري ليه؟ انت بتهزر؟ قال لهم هرفض لعب الدوري في حال موافقتكم على استكمال الدوري اثناء كاس العالم بدون الدوليين. بدون الدوليين؟ مين الدوليين اللي يروح كاس العالم؟ سيف الدين الجزيري؟ مين ممكن يروح تاني؟ ممكن حمزه المسلوسي؟ ست عندك مين اصلا في الزمالك؟ ابراهيم نضاي وسامسون وسيف الدين الجزيري وحمزه المسلوسي وزكريا الوردي. ما اعتقدش زكريا الوردي هيروح منتخب المغرب، ما اعتقدش، ولا اعتقد ان 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 حمزه المسلوسي هينضم للقائمه النهائيه لكاس العالم في تونس، ما اعتقدش، الله اعلم، ممكن ينضم بس هو ما بيلعبش يعني. طيب مين هيروح؟ هيروح سيف الدين الجزيري، ده المهاجم الاساسي. فقال لهم انا مش هلعب بدون الدوليين. الدوليين دول بقى يا جماعه سيف الدين الجزيري، سيف الدين الجزيري وحمزه المسلوسي، سيف الدين الجزيري وحمزه المسلوسي وزكريا الوردي، انا ما يخصنيش، انا مش لاعب من غير دوليين. والله لو ابراهيم نضاي منتخب ودخل حتى كاس العالم وانا رحت وهو خدوه خلاص، لو بنين بتاعت سامسون راحت مش لاعب. يا عمي يهديك يرضيك، ما هو ده قرار اتحاد كوره، لو هيبقى بالاجماع، لو معظم الانديه وافقت خلاص احنا كده كده هنلعب اثناء توقف كاس العالم، ماليش فيه. يابا خلاص اركن سيف الجزيري ولعب اي حد مكانه، ما اعرفكش، طب انت جايب سامسون ليه؟ ما يخصنيش. فقال لك انا مش لاعب الدوري لو انتوا وافقتوا على اللعب بدون الدوليين، انتوا تستكملوا يعني. طبعا دي مشكله قايمه دلوقتي في الزمالك، والاداره بتحاول تهدي فيريرا وبتحاول تقول له يعني هنحلها ان شاء الله والدنيا هتمشي وبتاع، وهو قامت ورافض مش عارفين هترسى على ايه، وغالبا هيبقى في اجتماع بسبب الموضوع النهارده، وربنا يستر هتبقى في قرارات قويه، فما نعرفش هتمشي على ايه ان شاء الله يعني. لكن انا عن نفسي كعمرو عاطف انا اتمنى ان الدوري يكمل اثناء كاس العالم، اتمنى عشان ننجز ونخلص، مش لسه هنعمل توقف ونرجع الدوري يطول تاني ونقول لا ده احنا كنا خلصنا 30/6 فمعلش هنخلصه 30/7 ولا نص 8، مش ناقصين بقى، عايزين ننجز نمشي مع العالم كله يعني. احنا السنه دي هنخلص 30/6 ان شاء الله، السنه الجايه الدوري ممكن يخلص على 5 اخر 5 مثلا زي العالم كله ما بيعمل، نص 5 اخر 5 كله بيشطب وبروح بيته، وتبدا مع الناس الطبيعيه تاني في 8، في اول 8 نص 8 الاسبوع الثاني من 8 بعد 10 ايام من 8، ده اللوجيك، ده اللي نفسي اتمناه يحصل يعني. فربك يسر الحال ونشوف الدنيا هتمشي على ايه بعد الموضوع ده. سيطره جمهور الاهلي، جمهور الاهلي يا جماعه مسيطر على السوشيال ميديا بطريقة مرعبة. اي استفتاء في الاهلي، اي استفتاء يعني، مش عايز اقول بس نقول معظم الاستفتاءات اللي فيها الاهلي ما كانش كلها مركز اول. علي معلول دخل استفتاء في الكاف مركز اول، وليد سليمان مركز اول، حسام عاشور اللي مشي مركز اول، حسام غالي مركز اول، وائل جمعة مركز اول. انت متخيل؟ طب لما تيجي الناحية التانية ودي حاجة محزنة، شيكابالا لما دخل مع خامة بليات، خامة بليات كسبه. أنا عارف إن أكيد في ناس من جمهور الأهلي راحوا اختاروا خامة بليات عشان شيكابالا يعني ما ينجحش، بس إزاي أنت كقوة جمهور زمالك مش عارف تنجح لاعب من عندك؟ أنا مستغرب. قال الاستفتاء ده مش هو أعظم استفتاء في العالم، ولكن برضه استفتاء في آخر 10 سنين أو آخر عقد من هو أفضل لاعب خط وسط مهاجم. أنت بتهزر، مش عارف تكسب حتى شيكابالا؟ ده لما دخل حتى بن شرقي الجمهور الزمالك دخل صوت له مع وليد سليمان، وليد سليمان كسب بنسبه 94% وبن شرقي خد 3%، وجمهور الزمالك كمان دخل صوت لبن شرقي. فدي حاجه تحزن بصراحه، ان جمهور نادي الزمالك ما عندوش نفس القوه على السوشيال ميديا، ودي حاجه بتثبت ان جمهور الاهلي على ارض الواقع على ارض السوشيال ميديا، خلينا نكون واقعيين بعيدا عن اي انتماءات، هو اكتر من جمهور الزمالك. ما عنديش مشكله، ما زلت طبعا زملكاوي وبحب الزمالك، ولكن يا جماعه قوه مرعبه لجمهور النادي الاهلي على ارض الواقع وعلى ارض السوشيال ميديا. ما شفتش استفتاء الاهلي بيخش فيه بيخسر،
اخره ممكن مركز تاني، مفيش ما شاء الله قوه كاسحه ويقدروا يجمعوا بعض في لحظه على السوشيال ميديا. فانا بهنيهم بصراحه على القوه دي يعني، وبسم الله ما شاء الله اللهم لا حسد يعني. شبانة يكشف الحقائق، محمد شبانة طلع واتكلم بعد ما كان قال انه هو تم ايقافه الراجل ولا توقف ولا حاجة، وطلع واتكلم وقال كلام كتير واتكلم في مواضيع كتيرة، ومن الكلام اللي قاله طلع قالك يعني بمنتهى البساطة قالك يا جماعة بقول لكل اهلاوي لازم تفتخر بتعاقد الاهلي مع اكبر شركة ملابس في العالم، ومحدش عامل الديل ده في الشرق الاوسط الا النادي الاهلي. انك تاخد ملابس وفلوس ده ما بيحصلش الا مع الانديه كلاس A زي ريال مدريد كده. انا بقول للاهلاويه الكلام ده عشان تعرف ان في انديه في مصر هنا بتشتري ملابسها على حسابها والمصنع مش قد كده، وتلاقيه يقول لك شعبيه وطنيه وحريه وملوخيه، وفي الاخر بيشتري لبسه على حسابه قسط. عندك الزمالك مثلا لسه بيدفع فلوس ملابسه لحد دلوقتي. الشعبيه والجماهيريه اللي بجد اللي بيترجمها الاهلي على ارض الواقع، عشان كده الاهلي دايما كلاس A. انا بتكلم ليه يا جماعه ان اللي بيقولوا شبانه ده حقائق؟ لان فعلا ده حاجه حصلة. معلش انا هتكلم بمنتهى المنطق ماشي، مع كامل احترامي لفريق الزمالك اللي انا بشجعه وبنتمي ليه، وتشجيع للزمالك بيجري في دمي، انا عاشق نادي الزمالك، ولكن نتكلم بمنطقيه الامور زي ما احنا متعودين مع بعض. انا لو في شركه راعيه وجاي ارعى نادي في مصر هروح لمين؟ لو انا ما اعرفش حد هسال مين اكبر نادي في مصر يا جماعه؟ هيقولي اعلى بطولات هو الاهلي ب 42 دوري، يفرق عن النادي اللي تحتيه 28 دوري. اقول لهم طب ده الدوري، طب في افريقيا ياخد كام افريقيا؟ اقول له ده اعلى نادي تتويجا للبطولات الافريقيه بفرق الضعف عن اللي تحتيه. اقول لهم طب الكاس نادي الاهلي اعلى من اللي تحتيه اللي هو الزمالك 9 او 10 كؤوس تقريبا، والله مش بركز في الرقم بس 9 او 10 كؤوس حاجه و30 تقريبا، والزمالك حاجه و20. طب سوبر، طب ايه 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 ايه، هقول له الاهلي. طب مين دخل كاس عالم الانديه؟ الاهلي دخل كاس عالم الانديه كتير. طب مين خد ميداليات كاس عالم الانديه؟ الاهلي خد 3 ميداليات برونزيه في كاس عالم الانديه. انا اسف معلش، انا اسف، انا ايه اللي هيوديني على اي نادي تاني؟ زمالك، اسماعيلي، اتحاد، بيراميدز، ايه اللي هيوديني؟ هقول لك اصل اخر دوريين واخدهم الزمالك، مبروك يا باشا. مين هو طب مين اعلى جماهيريه في مصر؟ الاهلي. ليه ما اروحش للاهلي منطقيا؟ والله انا بقول لك انا لو عندي شركه يعني مكسبي فين؟ الموضوع ما فيهوش انتماءات، ده بيزنس، الشغل والبيزنس ما فيهوش انتماءات ابدا. فهروح لمين؟ هتروح للاهلي، لوجيك. فاللي بيقولوا شبانه حقيقه مش حاجه كذب، محدش يطلع يهاجمه، كلمكم والله يا جماعه بمنطقيه الامور. فيعني دي حاجه من الحاجات اللي حبيت اضيفها واقولها يعني. خالد الغندور بيقول سافيو لا يعجب كولر. انا مش عارف بصراحه كابتن خالد الغندور جاب الكلام ده منين، يعني هو حضر التمرين مثلا فجاوب على حد كده وقال له اصل اخر ماتش بتاع طلائع الجيش للاهلي لعبه كولر ما كانش عاجبه سافيو، ولا اللعيبه اللي حواليه زمايله كان عاجبهم سافيو، ولا طريقه لعبه ومش عارف ايه والكلام ده كله. بناء على ايه بنحكم على لاعب ما لعبش ولا مباراه رسميه ومفيش حد من الجمهور شافه على التلفزيون بيلعب مباراه رسميه مع نادي جديد النادي الاهلي؟ بناء على ايه يعني؟ انا ممكن احكم على مدرب قبل ما يجي النادي اقول في فترته السابقه كان كذا، ممكن احكم على لاعب قبل ما يجي النادي اقول فترته السابقه كانت كذا، لكن احكم على اللاعب هو عامل ازاي وحش ولا لا؟ انا ممكن اتنبأ، او استغفر عظيم بلاش اقول اتنبأ، يعني اتوقع ان اللاعب ده يفشل بناء على ارقامه السابقه، ممكن اتوقع ان المدير الفني ده يفشل، اتوقع مش اجزم. ما انا توقعت ان سواريش هيفشل مع الاهلي وفشل، واحد يقول لي ما خدش فترته ما خدش، انا فاهم بس قلت مش هيكمل كده كده، الظروف مش مساعده ولا هو هيلحق يعمل حاجه، وهو داخل بعقليه تانية خالص، وانا شايف انه جاي يعمل سبوبه ولقطه ويتكل على الله وشكرا. اتظلم سواريش انه ما لحقش ياخد فترته، ولكن سواريش عمل ايه مع النادي الاهلي؟ كلين شيت، بطل الكلين شيت. لكن هل النادي الاهلي يعني بيلعب عشان كلين شيت ولا بيلعب عشان يجيب اهداف ومتعه اللي متعودين عليه طول عمرنا؟ فانا بستغرب كابتن خالد غندور بيقول كده ليه على سافيو، ما اعرفش يعني، بلاش السرعه في الحكم واحباط اللعيبه يعني، معلش ما علينا، متعودين على كده والله. كان معاكم عمرو عاطف في قناه صاحب كوره، اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.